تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. التفاحة المحرمة في الحلقة الجديدة من مسلسلنا يصدم عليان برؤية إندر بجانبه عندما يستيقظ. يبدأ بالخروج من المنزل، لا يستطيع أن ينظر إلى وجه زينب حتى يخبر هاكان بما حدث في الشركة والطلاق، فيقرر الابتعاد. يطلب من هاكان أن يكون قريباً من الفتاة. يعتقد يلديز أنه من أجل التخلص من إندر عليها أن تأخذ الهاتف من يده. يذهب يلديز إلى دندار ويطلب منها سرقة هاتف إندر بالكثير من الأكاذيب. يكتشف يلديز مكان إندر ويخبر دندار. يتبع رجلان إندر ويسرقان حقيبته. يذهب إريم إلى مطعم مع إليدا، يترك أحدهم خاتمها على حافة الحوض في مرحاض النساء. تسرق الفتاة الخاتم، تدرك المرأة الواقعة وتتصل بالأمن لتجد الخاتم في جيب الفتاة وتتصل بالشرطة. يتصل سيتكي بهاليت. يأتي الرجل إلى مركز الشرطة ويحل القضية. غير قادر على إنقاذ ابنه من هؤلاء الأصدقاء، يغضب هاليت بشدة. يقرر إرسال إريم إلى لندن. يطرد سيتكي الذي لا يستطيع الاعتناء بابنه. يتصل إريم بإندر ويشتكي من والده. يطلب إندر من عليان المساعدة لكنه بالطبع لا يساعده. يذهب إندر إلى القصر بمفرده ويواجه عليان مع هاليت. يتحدث إندر إلى عليان مرة أخرى ويطلب مساعدته من أجل إريم. يوافق عليان على التحدث مع هاليت. يقنع هاليت عليان. يجبر هاليت إندر على التوقيع على ورقة الإذن لابنه بالسفر للخارج. يلتقي يلتز بعليان ويطلب منه حساباً. تظن زينب أنها ذاهبة إلى عشاء عمل مع عليهان، لكنه يطلب منها كان الذهاب لأنه لا يستطيع النظر إلى وجهها. يقضي الاثنان وقتاً ممتعاً بعد مغادرة الزبون. يلتقط أحد مواقع المجلات صوراً لهما على العشاء وينشر تقريراً عن أنهما عاشقان. وبينما يتساءل دوندار وبعض الناس عن حقيقة الخبر، يتساءل البعض بالطبع عن حقيقة الخبر، بينما لا يصدقه البعض الآخر. عندما لا تستطيع يلديز تحمل الأمر وتخبر زينب عن الصور التي رأتها، تتقدم زينب إلى دوندار غاضبة. تزداد غيرة كمال من مدربه الرياضي ويلديز أكثر فأكثر. يذهب إلى لندن مع هاليت إريم ويدخل غرفة يلديز في الليل عندما لا يكون هناك أحد. نعم أيها الأصدقاء، هذا كل شيء لهذا الفيديو. إلى اللقاء لنراكم في فيديوهاتنا الأخرى.